السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل ملحق المعاصر A week is enough في الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني. الحل إن شاء الله صفحة 26 اللي هي على القواعد لبعد السبعة اللي هو المبني للمجهول في الماضي والمضارع. السؤال الأول ذلك is filled with bright blue water، يبقى كده is filled تم ملئها، التصريف الثالث من fill. السؤال الثاني last year many homes are built near the river، هنا last year يبقى ماضي وhomes جمع يبقى were built، يبقى were وbuilt مكتوبة. السؤال الثالث who was this wall painted painting by، يبقى painted التصريف الثالث عشان في was، يبقى كده مبني للمجهول painted. السؤال الرابع the news are watched by Ali، news بتعمل معاملة المفرد، هنا مش محدد الزمن فهنخليها في زمن المضارع فهتبقى is بدل are. السؤال الخامس the beaches are cleaning، لا يبقى are cleaned، يبقى عشان ديت مبني للمجهول التصريف الثالث من clean. السؤال السادس some of turtles eggs are eat، يبقى eaten التصريف الثالث من eat. السؤال السابع the pyramids is visited by tourists، يبقى هنا pyramids جمع تبقى are بدل is. السؤال الثامن the email is sent by علي yesterday، yesterday ماضي يبقى was، تصريف was اللي قلنا كده في الماضي البسيط. السؤال التاسع many roads were built، هتبقى built التصريف الثالث من build، خليها بس تي بدل الدي. السؤال العاشر هو was telephone invent by، يبقى invent التصريف الثالث من invent اللي هو بمعنى يخترع، التصريف الثالث من invent، اخترع التليفون بواسطة مين.